خليها تصدي نديروها جزائريه. هادي هك وهادي هك. ما تحبش كي نخدموها جزائريه؟ بالعكس. مالا علاش خليها تصدي؟ لانها مش جزائريه. يعني الناس تقول انها مصانع تركيب، ولكن هي في الحقيقه ليست بمصانع تركيب بل هي ورشات نفخ. شفناها احنا درنا لونكيت ديالنا لقيناها تركيب. مي اسك نسقسيك، اسك انت خدمت التحقيق تاعك كصحفي ولا لا؟ خدمنا وعندنا معلومات. خدمنا وعندنا معلومات. يعني هنا الحاجه اللي تبوزي لي لا كيسيون، ما راكش وحدك توفيق، مع من خدمت؟ كي نقول ما رانيش وحدي ماهيش عصابه. احنا ما قلناش عصابه لحد الان، ما قلناش عصابه. انا اللي نهضر معاك انت قلت لي خدمنا وعملنا، يد الوحده ما تصفق اكيد. مي اللي ما يصفقوش شكون كاع؟ مع من خدمت انت؟ شباب. شباب وشنو؟ شباب يحبوا بلادهم، يحبوا بلادهم، يشوفوا في هذه الورشات هذه لا ترقى للمستوى اللي يطلع عليه المواطن. صح. اسك رحتوا داخل الورشات وشفتوا بعينيكم داخل اسما؟ اسك دخلت لعين المكان ولا لا؟ ما رحتش لعين المكان، ولكن يوصلونا. يوصلوكم؟ يوصلونا صور ونشوفوهم كما يشوفوهم كل الناس. يعني تأمنوا بالصور؟ هذا يقول عليها فايس اوموان. سي بور سا كو سقسيتك بوزيتك لا كيسيون. اسك دخلت اللوزين؟ اذا دخلت اللوزين، شوف اذا دخلت اللوزين وشفت يبومبي والرود وكيما راك تقول ويديروا ويديروا، واذا ما دخلتش وقالوا لك حاجه واحده اخرى، اسك دخلت وشفت ولا قالوا لك برك؟ شفنا عن طريق اعلامهم اللي سوقونا على ان هذا ورشات. نو انت دخلت شفت بعينك؟ ما دخلتش. قالوا لك؟ قالوا لي وشفت بالصوره والصوت. السي توفيق صاحب الحمله خليها تصدي شاف عن طريق الاعلام وما دارهاش ينونكيت صحفيه، ما دارهاش شغل عفسه اونكات تاع صحافه، عارف كيفاش تجردها، عارف كيفاش تكتبها. انا قلتها لك هكذا، عطيتها لك شغل راكيكه، بصح انت كاتب وخدمتك عارف كيفاش تكتبها. سي بون.